رمضان مبارك بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو إن شاء الله نتمنى تكونوا فرحانين إن شاء الله. معكم نوفل من قناة اش دي في ام ا. اليوم إن شاء الله معنا واحد المنتج زويون، واحد المنتج جديد، واحد الار دي اي، واحد تريبل رائع للإسم ديالو تورين سولو، واللي هو سينجل كويل اللي قدمته لنا الشركة للإسم ديالها تاندر هيد، اللي هو هاد الدريبر هذا اللي نقدروا نستعملوه في لي بوكس العاديين، ونقدروا ايضا نستعملوه في دي مود سكوانكا. بقاو معنا ما تمشيو فين، نمشيو نشوفوا العلبه ونشوفوا ايضا طريقه تركيب الكويل وايضا طريقه عمل القطن. بقاو معنا ما تمشيو فين. فالان كما كتشوفوا معايا، فهذه هي العلبه اللي معنا اليوم، وماشي علبه. ف اليوم المنتج اللي معنا فهو كما قلت لكم الار دي اي التورين سولو من شركه تاندر هيد كرياسيون عفوا. هذا هو الباكاجين ديالها، تجي بحال هكا هنا كما كتشوفوا معايا تاندر هيد كرياسيون. هنا كاين السولو، هنا ايضا من الجهه الاخرى سولو، هنا عندنا لون الخزان اللي هو بلاك، لون الار دي اي دريبر. هاد الدريبر هذا اللي معنا اليوم فهو نقدروا نخدموا به يعني بوطون فيدر، يعني نخدموا به في دي مود سكوانك، او لا نقدروا نخدموا به يعني دريبر عادي في لي بوكس عاديين، ونبقاو نقوموا نبداو نقطرو يعني نقطو. فكما كتشوفوا معايا هذه هي العلبه اللي كيجي فيها الار دي اي تورين سولو، علبه زوينه. هنا عندنا سكراتش كود كما كتشوفوا معايا باش نعرفوا واش المنتج اصلي ولا لا. تورين سولو، هنا تاندر هيد كرياسيون، تاندر هيد كرياسيون. هنا على بعض المعلومات شنو موجود مع الار دي اي. هنا عندنا ساروت سيبو، عندنا دي جوان دو شونج، دي فيس ايضا دو شونج، ومعه ايضا البين بي اف كما كتشوفوا معايا. نقدروا نخدموا به على دي مود سكوانك، او لا نقدروا نخدموا بالهاد دريبر هذا على مود عادي. فاليوم ان شاء الله انا غنخدم به في مود عادي، يعني ما غنخدمش به في مود سكوانك. نفتحوا الان العلبه ديالنا. او شيء جميل جميل جدا، سولو تاندر هيد عندنا مكتوب هنا في الدريب تيب، دريب تيب جول. كرياسيون باي تاندر هيد، شيء جميل. فهذا هو الخزان اللي معنا اليوم كما كتشوفوا معايا، يعني شي حاجه جديده، يعني ما كنشوفوهاش يعني في دريبرات واحد اخرين. الاير فلو كما كتشوفوا معايا، نوريكم واحد حاجه. فهذا كما قلنا هو الار دي اي ديالنا. فهاد الار دي اي القطر ديالو 24 مليمتر، القطر ديالو والارتفاع ديالو 30 مليمتر. هنا عندنا دريب تيب 810 جون ستايل، مكتوب على كرياسيون تاندر هيد. هنا عندنا السولو مع الشعار ديال دريبر.
هذه كما قلت لكم فهي الغرفة ديال التبخير، غرفة اللي غنبنيو عليها الكويل. فهنا فهاد الار دي اي فهو سينجل كويل سيستم، في شكل يعني تيدخل الهواء تيدخل من لهنايا، يعني الهواء تيدخل من لهنا كما كتلاحظوا معايا وتيمشي تيدخل وتيضرب من لهنايا، الكويل تيكون عندنا هنا وتيضرب الكويل من تحت، ونفس الشيء من لهنا عاوتاني. الكره ملي تيدخل من لهنا الهواء، فراه الهواء تيدخل وتيضرب من لهنا، يعني تيعطينا الكويل من الجنب ومن الفوق شي شويه وايضا من التحت، وتيصعد معنا البخار يعني باش يكون التركيز ديال المذاق عالي. انا كما قلت لكم اليوم غنخدم به يعني في سميتو، غنخدم به عادي. الا كاين الناس اللي غيبغيو يخدموا به في ديمو دي سكوانك، فلا حلينا قمنا بالفتح ديال هذا البين هذا، فكما كتلاحظوا معايا تنقدروا ديفيسيو كامل كما كتشوفوا معايا، قدروا ديك الساعه نقوموا بالغسل ديالو او اي شيء، فشيء جميل جدا. انا كما قلت لكم فغادي نستعملوا هذه، ومن بعد هو رجع كما كان عاوتاني كما لاحظتوا معايا. الان غندوزو باش نركبو عليه الكويل، نجيبو الان باش نقومو بالتركيب لاباز. الكويل ديالنا يلا نخدمو بالعلبة العجيبة ديالنا كما كتشوفوا معايا، فكل شيء هنا عندك موجود. كويل ماستر، فتنصح بها الناس اللي ما عندهمش يعني باش كيخدموا، فهذه مزيانه، فيها اللوم متر ديالك، فيها سيزون قاص، فيها الكويل ويندر باش كتصاوب لي ريزيستانس ديالك، عندك بانس بريسيزيون، عندك البانس سيراميك، عندك لي تورنوفيس، بانس دياغونال، يعني تتنفع بزاف بزاف بزاف. ف مزيان الناس اللي تكون عندهم الحاله دي، فين ما مشيتي ديبلاسيتي تلقى بعدا باش كتخدم ديالك دوك الادوات اللي غادي تحتاج باش تخدم نتايا. فالان غنحتاجو هذا وهذا الشيء نرجعوه هنايا. الان هذا هو الكويل اللي غنخدم به اليوم كما كتشوفوا معايا، كويل فيوزد كلابتون اني 80. فغنشوف يعني لي بات فين عندي، فنورم عندي وحده هنا وحده هنا، يعني غنديفيسي هنا ونديفيسي هنا، يعني غنحل هذا اللي هنايا وهذا اللي من هذه الجهه هذه، يعني نجيب الساروت ديالو. فكما قلنا غادي نفتحو هذه الجهه هذه، ندوز ايضا الجهه الاخرى حتى هي تنفتحها، ونشوف واش كاين واش مفتوحه مزيان اولا لا، واش غيدخل الكويل نيش ولا ما يدخلش. الا ما كانش مفتوحين مزيان فما غاديش يدخل معنا الكويل تمايا كما كتشوفوا معايا. الكويل ديالنا هو هذا، غنقومو بالتقطيع ديالو واحد شوية نقصو منو، تم نجرب غير هو نورمالمون. واحد القضية وحدة اللي خصني نقولها لكم، وهو أنه خاص يعني الريزيستانس ديالك كيما كتشوف معايا، فنديرها في كويل ونحاول نوسع عليها شوية
لي باد ديالها بحال هكا باش يقدر يدخل الكويل في المكان ديالو. تبقى لنا هاد الجهة هادي خصها مازال شوية. على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ونشد الكويلر ديالي، تنضغط على الكويل ايضا، تنقوم بالغلق ايضا، نمروا للجهه الاخرى. مي هنايا عندي شويه دار، يعني غنحل شي شويه قادو، يعني باش يجيني في الوسط على هذا الشكل. نمروا للجهه الاخرى ايضا، تنغلقوا حتى هويا باش يجي في الوسط. كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل، هذا شيء ما خصوش يقيس، لانه يقدر يقيس لنا هنايا في هاد الجنب هذا، ويقدر يقيس لنا في هاد الجنب الا لاحظتوا معايا. باش نوريكم شتي خصو ما يقيس لا هنا لا هنايا. ريزيستانس عندي فيها 0.3 0.30 كما كتشوفوا معايا. درايف نيو كويل ديالنا نجيبو بان سيراميك، فكيشتغل مزيان. كما تنقول لكم الكويل خصو دائما يشعل من الوسط لبرا، وتيطفى من برا لداخل. مقاومة 0.33 نخليوه يبرد شوية، وندوزو نقومو بعملية القطن. فمن بعد ما خلينا الكويل ديالنا يبرد شي شوية، فندوزو الان باش نديرو ليه القطن ديالو. فالقطن اللي غنخدم به اليوم هو قطن بيكن، تناخدو واحد شوية من القطن بيكن تلويو من هنايا بحال هكا من الطرف ديالو باش يجينا سهل باش نقومو بالادخال ديالو في الكويل. كما كنقول عاوتاني دائما، يعني القطن ما خصوش يكون كثير، ما خصوش يكون قليل، الحاجه اللي غادي نقول هنايا اللي مهمه اللي خاص الناس يعرفوها، وهي قبل ما نحط القطن ديالي هاد الحاجه اللي غادي نقول، فهي بالنسبه للناس اللي غادي يستعملوا لي مود سكوانك، يعني الناس اللي غادي يقوموا استعمال كما قلت لكم بلي مود سكوانك، فالقطن ديالك يعني من تحاول تنقص تقطع تقوم بالقطع ديال هاد الطرف هذا الزائد، حاول الطرف اللي غيبقى عندك من هنا فحاول تقسمو على جوج، يعني ما تخليش هكاك محطوط. علاش؟ انا نقول لك علاش.
الا خليتيه بحال هكا مجموع غنوريكم. وهذه حاجه مهمه لانه كاين اللي ما غيعرفهاش. وقمنا بالقص ديال داكشي اللي زائد. فكما قلت لك غادي نجي وغنحط القطن ديالي على هذا الشكل غيبقى بحال هكا، وغنحط على هذا الشكل هذا. فانا اسييت هذه القضيه هذه، داكشي علاش كنقول من الاحسن نديروا هذه الطريقه هذه، داكشي علاش من الاحسن يتقطع القطن. انا من بعد نوريك كيفاش دير تقطع القطن ديالك. فالا كنا بحال هكا كان عندنا اموت سكوانك، يعني تتسكوانكي من التحت عندك لا بوكس ديالك هنا الدريبر ديالك، عندك لا بوكس كما قلنا من التحت، يعني اون فوا تنضغط على الفلاكون ديالي كنسكويزي تيطلع ليكيد. كما قلت لك الا خلينا القطن ديالنا بحال هكا وسكويزيت، فملي غيطلع الليكويد كون متيقن بانه غيخرج لك من الفتحات الهوائيه اللي عندنا هنا في هذا الار دي اي. هذا الشيء علاش من الاحسن الناس اللي غيستعملوا لي مود سكوانك فيقوم يعني بقطع على هذا الشكل بحال هكا. وايضا الجهه الاخرى يقوم بالقطع ديالها على هذا الشكل، من بعد يقوم بوضع القطن ديالو عادي. واحد في الطرف والاخر في الطرف الاخر. هكا باش كنتفاداو يعني كما قلت لكم باش الليكويد ديالنا يخرج من الفتحات الهوائيه. الان نجيبو الليكويد ديالنا اللي غنستعملو. ونقوم بالتبليل ديال الكويل وايضا القطن ديالنا. الان نوضعو الكاب ديالنا على هذا الشكل، ها هو ولا معنا الان موجود. نجيبو المود اللي غنخدمو به اليوم ان شاء الله، فهو مود او بي اس كيوب 80 واط، فهو جميل جدا كما كتشوفوا معايا. كيو اس كيوت هذا هو المود كيو من او بي اس، فهو زويون جا رائع مع الار دي اي تورين سولو. والان كما شفتوا معايا طريقه ديال تركيب الكويل وايضا طريقه عمل القطن، فبقاو معنا نطلعوا للفوق نشوفوا كميه البخار. والان رجعت لكم من بعد ما شفتوا معايا العلبه ديال الار دي اي تورين سولو، شفنا ايضا طريقه تركيب الكويل وطريقه عمل القطن. ندوزوا الان نشوفوا النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه. الان المقاومه ديالي فهي 0.32 40 واط. نزيدو نطلعو في لابويسونس
60 واط بالنسبه لي. النقاط الايجابيه اللي كاينه في هذا الار دي اي هذا فهي جوده التصنيع، يعني الصنع الفينيسيون زوينه بزاف. من ناحيه المذاق فالمذاق حتى هو زوين. كما كتشوفوا معايا ايضا كميات البخار فهي كثيفة شوية مقارنة بالار دي اي اللي هو سينجل كويل، فكمية البخار بحالة تقريبا عندك ديال كويل. النقاط السلبية اللي بانت ليا فهو حاجة واحدة اللي سلبية بالنسبة للناس اللي غيلاحظوها هو ايريان بزاف، يعني الشومبر ديالو مهوية بزاف بزاف بزاف، فهادي هي النقطة الوحيدة اللي بانت ليا سلبية فيه هو. مي الا بغيتي تيفيتي هاد القضية ديال انه ميبقاش ايريان فتحاول تسالي ليه لاريفيد ديالو. فكما كتشوفو معايا فانا الفتحات الهوائية حالهم كاملين محلولين، فنحاول نساليهم نخليو الحركة. زاد ولا المذاق مركز زاد كثر، ولكن حاجه وحده غيولي لافابور غتولي شويه سخونه لانه تتسيري ليه لاغيفي ديالو ما تيبقاش يدخل الهواء بزاف بزاف، يعني لافابور غتولي شو. غنزيد شويه نفتحو هكا مزيان، يعني فهاد النيفو هذا فكما كتلاحظوا معايا فهاد النيفو فهو زويون، يعني لافا ما كتحسش بها الشو و او ميم طون ما تيبقاش ايريان بزاف. فالان وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، كما شفتوا معايا كلشي النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه، وشفتوا ايضا معايا طريقه ديال تركيب الكويل وطريقه عمل القطن. ما تبخلوش علينا بجيم، وايضا تخليو شي كومونتير وتابوناو معنا وتنقرو ايضا على زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. مع السلامه.